عينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه الماضي مهما يقولوا عدى مستمر ما سابش حد طبعا انا بالنسبه لك دلوقتي very open minded مقضياها بتنقل من راجل للتاني عادي خالص اخرج من علاقه ادخل في التانيه بمنتهى البساطه هي دي بقى الصوره اللي بتعذبي روحك بيها ما بلاش كلام المثقفين ده هي دي الحقيقه الحقيقه اني ملمستكيش عشان تقولي كده السرير ده مجرد مرحلة لكن الفكرة متحققة أنا عملت معاك بالظبط زي اللي عملته مع اللي قبلك جيت لك الشغل استنيتك وخطفتك صدقيني أنت شربت كتير النهاردة وماله بس الشرب ومال اللي أنا بقوله هو أنا لازم أكدب يعني عشان أبقى فايقة وبعدين هو الشرب بيعمل إيه بينمل الدماغ ويسيب اللسان على راحته بس عمره ما يخليك تقول حاجة انت مش عايز تقولها
سمر انت لسه بتحبيه؟ يعني يا حب اتحدى لو في حد يقدر يفسر لي الحرفين دول ها وبيها. ناس كتير بتقول الكلمة دي وناس بتغني لها وكمان بيرسموا لها بس محدش ابدا يعرف يجيب اخرها. الحب مشاعر بتربط بين اتنين او تلاتة او اربعة. هو مش الشرع برضو محلل لك اربعة؟ انت تعبانة قومي نامي وانا همشي. انا مش هنام وانت مش هتمشي. احنا نفضل نتكلم كده لحد ما حد فينا يفهم حاجة. عايزانا نتكلم في ايه وعايزة تعرفي ايه؟ ازاي الواحدة تقبل بنص راجل؟ يعني ايه نص راجل؟ ما هو لما يبقى راجل متقسم على الستتين اكيد كل واحدة مش هيبقى لها غير النص. انا عاوز اسألك سؤال. شوف بقى اديك بتحاول تخلي الإجابة سؤال. انت عاوزة مني ايه؟ صلاة الذي أمام ثاني الله لا إله إلا هو.
حضرتك واقف ليه كده يا دكتور؟ ممكن تستريح، هي لسه قدامها شويه. خلصت الاشعه؟ هي ابتدت دلوقتي. يعني هتفضل كتير؟ يا استاذ ادم دي اشعه مش عمليه، وبعدين النتيجه زي ما الدكتور عارف بعد يومين. دكتور زاهر فينه؟ هو اتاخر النهارده على غير العاده، بس اكيد جاي. عن اذنك اخش اطمئن. ارتفاع رب. ادعي لها يا ادم، ادعي لها. يا رب يا بابا، يا رب. صباح الخير. صباح الخير. هاي أنكل، إيه الأخبار؟ الحمد لله، هي لسه جوه في الأشعة. طب ربنا يسهل يا رب. يا رب. قريبة سبت المدرسة يا استأذنت طبعا، معقول هسيب طنط في يوم زي ده؟ ادعي لها يا رحمة. يا رب. هي مش حامل الألم ده، ألم شنيع بعيد عنك. طمن يا أنكل، والله أنا حاسة هتبقى كويسة. يا رب. مستغربة يعني ان انا جايلك لتاني مرة؟ كنت عارفة انك هتيجي. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل في الاتيليه؟ انت كنت بتتخني ولا ايه؟ بصي عشان نقصر وننجز في الحوار ده اطمني، انا خلاص سبتهولك ومش عايزة اشوفه ولا عايزة اشوفك تاني. انا مش جايلك عشان سبتهولي. امال جاي ليه؟ ايه ما تعرفيش ان انا سبت له البيت؟ وانا مالي؟ تشربي قهوه ولا مستعجله؟ يبقى جحتك يا شيخ. وانا مالي؟ تبقى انتي السبب وتقولي لي انا مالي. بقول لك ايه، انا دماغي قد كده ومش طالبه معايا رغي خالص. عايزه ايه؟ انا جاي لك في طلب، ما اظنش ان انتي هترفضي. طلب ايه؟ عايزك تطلبي من شريف يطلقني. ايه؟ يطلقني. انا مصممه على الطلاق وهو متمسك بيا. يبقى لقيت البديل. ما تبصليش قوي كده، احنا فاهمين بعض كويس. تصدقي ان انا غلطانه اني جيت ورخصت نفسي وكلمت واحده زيك؟ ده اللي يبصلك ما يستاهلش يقعد معايا ثانيه واحده. يا شيخ ده انا كل ما بشوفك بحتقره اكتر. عموما لما شريف يجي وده اكيد بيوصلي له الرسالة. مدام رحمة، دي حاجة لا تتقال ولا تتحكي. صعب عليا أوي أعيدها من تاني، أنا ما صدقت نسيتها. أنا عايزة أساعد سلمى. من يوم ما عرفت المشكلة وأنا حاسة بالمسؤولية ناحيتها.
بعدين حضرتك عارفة سلمى في سن المراهقة، لو كلنا ما لحقناهاش كلنا هنشيل ذنبها. منها لله بقى. هي مين؟ أمها. حضرتك تبقي والدة الأب. أيوة الله يرحمه، ما كانش يستاهل كل ده. الله يرحمه. أنا عايز أعرف هو إيه اللي حصل بالظبط. سلمى وقتها كان عمرها 10 سنين، يعني كانت بتفهم وكانت بتشوف مشاكل باباها ومامتها بعينيها. مشاكل من نوع إيه؟ مشاكل زي اللي بتحصل في كل البيوت، بس المشكلة الكبيرة كانت الشك. الشك ده بالنسبة لي أمر طبيعي، قليل قوي لما لقيت ست مخلصة. أنا كنت بعامل الستات زي تحفة عندي في المعرض، مستعد أروح وراها آخر الدنيا وأدفع فيها الشيء الفلاني، ولما أزهق منها أبيعها. ما تعودتش أحتفظ بأي حاجة، يمكن ده اللي خلاني أتجوز متأخر لحد آخر تجربة قبل الجواز. طيب إيه اللي خلى التجربة دي مختلفة عن غيرها؟ كل تجاربي اللي قبل كده كانت عبارة عن علاقات عابرة مش أكتر. طيب والتجربة دي كانت إيه بقى؟ ما تحاولش تفكر في اللي هتقوله، سيبه يطلع زي ما يطلع. أنا سامعك كويس على فكرة. اتفضل يا أستاذ، التجربة الأخيرة دي كانت إيه؟ مصيبة مش قادر أنساها. وخدت جزاءها وخلاص خلصنا. أنت ليه مصرة تفتحي في حاجات خلاص اتقفلت؟ أنا نسيت الست دي ونسيت اسمها ونسيت شكلها، مش عايزة أفتكرها ولا أفتكر اليوم الأسود ده. اهدي يا سلمى اهدي، خليني أعرف أتكلم معاكي. يا ست أنا مش عايزة أتكلم، ولو أنت عايزة تعملي فيها ملاك روحي مثلي لك في أي قصة تانية بعيد عني، لكن سيبيني أنا بعيدي عني أنا. العدوانية اللي أنت فيها دي أكبر دليل إنك محتاجة تتعالجي من الأزمة اللي عشتيها. دي أزمتي أنا، دي مشكلتي أنا. أنت مالك؟ بنت عيب يا سلمى، ما تكلمياش كده، دي في بيتك. لا دي في بيتك أنت، أنا ماليش بيت ولا ليا أب ولا ليا أم، أنا ماليش حد ومش عايزة يبقى ليا حد. أنا كده أشتغل، سيبوني بقى في حالي. أنا آسفة، أنا حذرتك ما تتكلميش معاها في حاجة. أنت إزاي سايباها لحد ما توصل لكده؟ أعمل إيه؟ كده يا استاذ ادم، دي مش طريقه استاذ ادم، ما يصحش يعني.
روح انت يا سيد. يا استاذ ادم انت مش ليك معاد تيجي فيه؟ انا اسف بس مش هقدر استنى. انا عموما ما اشتغلش في وقت راحتي خالص، بس يعني تحت امرك. اتفضل. بس هو سؤال واحد لو سمحت. هو فعلا سؤال واحد بس ترد عليا بصراحه. سؤال ايه؟ مراتي كانت بتعمل ايه عندك دلوقتي؟ مراتك؟ ايوه انا لسه شايفها نازله من شويه. طيب ممكن اعرف اسمها بعد اذنك؟ تيتا انتي قاعدة كده ليه؟ مستنياكي يا حبيبتي. مستنياني ليه؟ في حاجة ولا ايه؟ عاوز اتطمن عليكي بعد اللي حصل. لا ما حصلش حاجة انا كويس. سلمى سلمى انا بتعذب كل يوم يا بنتي لما بحس ان احنا بنبعد عن بعض. صحيح انا سابقاكي بعمر بس في حاجة رابطة بينا انتي حفيدتي. انا مش فاهمة انتي عايزة تقولي ايه؟ مش عاوزاكي تشيلي ذنب مالكيش فيه. لا انا مش شايله ذنوب حد، انا عايشه زي الفل. مش باين. ايه يا تيتا انت بتقري علم نفس اليومين دول ولا ايه؟ ما قلتلك انا كويس. حبيبتي عينيكي دبلت من كتر الدموع، وشك انطفى من كتر شيلان الهم. طفيتي احلى حاجه فيكي يا بنتي. فضفضي معاي، اتكلمي وانتي بترتاحي. لفيت يا فندم على كل الاوتيلات زي ما حضرتك امرت. مش موجوده، ممكن تكون بره القاهره. تروح بنفسك بكره اسكندريه تدور عليها. امر سعادتك. في واحده بره عايزه تقابل حضرتك. واحده مين يا ابني؟ انا يا شريف.
مين؟ ما تخافيش، هيكون مين غيري يعني. رحمة، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك تنورة؟ ازيك يا قلبي؟ ازيك يا فايز؟ ازيك يا بدان؟ انت فين من الصبح؟ انا مرعوبة، حاسة كأني قاعدة في كهف. معلش معلش، اصله مقفول من زمان. هو البيت حلو بس يخوف. هو بيت مين ده؟ بيتنا، بيتنا القديم، وده المكان الوحيد لا يمكن يخطر على بال شريف. انا ماما ما خلتش دادا تحط ايديها في اي حاجه، خليتها بس تنظف الاوضه اللي احنا هننام فيها. ما تتعبيهاش، كفايه عليا تموره، انا بكره هبعت لك الناس ينظفوها. على فكره انا رحت لسهر وعملت اللي قلت لي عليها. يا شيخه هايل. قالت لك ايه؟ يعني هقول لها ايه؟ سبتها تهزي باي كلام. يعني ايه تهزي باي كلام؟ كان بيقالك ليه؟ عايزانا توسط لها عندك. توسط لها ازاي؟ عايزة تتطلق. عايزة تطلق مني فجالك انت؟ شفت بقى، مراتك طلعت بتفهم اكتر من اللازم. وقالتلكي شايفين؟ ما قالتش. دلوقتي بقت هي اللي عايزة تتطلق وانت اللي رافض. الدنيا غريبة قوي. صار حتى ممكن مش مستعمل. ولما انت ماسك في بيتك ومراتك قوي كده، ايه اللي خلاك تجيلي وتعمل المشكلة اللي عملتها؟ وازاي سمحت لنفسك تتخانق مع حد يخصني؟ يخصك؟ اه يخصني. انا انسانة حرة، اختار زي ما انا عايزة. انا لا بكدب على حد ولا بوهم حد في حاجات مش حقيقية. والله؟ وده يديك الحق انك تبقي مع اتنين رجالة في نفس الوقت؟ وهو فين التاني ده؟ يعني مفيش تاني؟ لا طبعا مفيش. أما اللي بيني وبينك ده كان إيه؟ أنا ماشية. أنا لسه ما خلصتش كلامي. أسيبك تدور على مراتك وابنك براحتك. سار، سار استني. يا سار، سار. عايز إيه؟ أنت كل يوم بتبوظ اللي بيننا أكتر من اليوم اللي قبله. وأنا خلاص شطبت. مشكلتك إنك مش سامعة غير نفسك. قلت لك 100,000 مرة إن جدانك ده هو اللي هيبوظ كل حاجة بيننا. تعالي هنا رايحة فين؟ انا لما كنت بقول مفيش حد تاني كنت بقول عليه هو. اغلبي صار صار. انا عارفه ان الكلام اللي انا بقوله ده ما ينفعش يتقال، بس اعمل ايه؟ انا كده ما بحبش الكذب ولا بحب الكذب، وما عنديش استعداد اكره نفسي. بصي يا بنتي، المشكلة اللي فاهمك وفاهمك كويس جدا كمان. دي مشكلة ليه؟ عارفة سارة، انت لا بتحبيني ولا بتحبي شريف ولا بتحبي حتى نفسك. انت بتحبي المغامرة، بتحبي تروحي للصعب. ما بلاش الكلام الكبير ده. انت عايز تطلعني مجنونة؟ لا انت فعلا مش مجنونة، بس يعني مريضة شوية. الله يكرمك. على العموم انا قلت لك اللي في قلبي واللي عملته عشان مش عايزه اخدعك. انت جايه لي النهارده عشان تقولي لي اللي حصل بينكم؟ انا لما سالتك انت عايزه مني ايه سكتي؟ عشان كنت متلخبطه، خايفه اوعد بحاجه انا مش قدها. مش دي الحقيقه. ما تخليك في طب النساء وتسيبك من الطب النفسي عشان مش هياكل معايا. انا مش بهزر على فكره. اقول لك انا الحقيقه، انت ابتديتي تحبيني بس خايفه تغلطي نفس الغلطه اللي غلطتيها مع شريف، عشان كده جيت النهارده تقولي لي الكلام اللي حصل بينكم. انا عايز ارقص. ارقص معاك. الو، ما تدوخش نفسك ورايا عشان مش هتعرف تجيبني. وما تسالش انا مين، عشان في حاجات كتير قوي لو البني ادم سال فيها هيندم كتير قوي انه عرفها. هما كلمتين، عاوز تعرف الحقيقه كلها
دور ورا مراتك وشوفها بتقابل مين وبتعرف مين وبتخونك مع مين. الو 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 أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار.